حييكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا. اليوم حلقة جديدة من انترفيو. بهالحلقة رح نحكي عن توزيع أدوية مجانا، عن هالحملة يلي بيقوم فيها المركز الطبي الاجتماعي التابع لحركة الشبيبة الأرثوذكسية كل فترة وفترة، إنما هالمرة الحاجة ملحة جدا. ومعنا مديرة المركز الطبي الاجتماعي رباطية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني أنت معنا اليوم، عادة هيك بنحكي على التليفون أوقات أو أوقات بتكوني حتى ضيفتنا لحتى نكون عم نحكي عن حملات مجانية لتوزيع الأدوية بشكل طبعا مجاني، إنما اليوم الحاجة ملحة، الحاجة كبيرة، وأنتو كنتوا على قد هالمسؤولية كمان لحتى تكونوا مش بس للناس يلي معودة تجي لعندكم، إنما لكتير من الناس النازحين يمكن، وحتى الناس يلي موجودين بمراكز الإيواء. خليني هيك أحكي أنا وياك شوي أو نعرف المستمعين والمشاهدين عن المركز الطبي الاجتماعي التابع لحركة الشبيبة الأرثوذكسية. بالأول، نحن المركز له أكثر من 55 سنة، موجود بمنطقة الأشرفية، بيقدم خدمات صحية شبه مجانية أو مجانية، وخدمات اجتماعية كمان. عندنا 15 طبيب من 15 اختصاص، بنستقبل كل يوم مرضى، وعندنا أدوية بكذا برنامج تتغذى، بس أكيد في البعض منا مجاني وفي البعض منا شبه مجاني. وعندنا الفحوصات الطبية اللي بتتبع من فحوصات مخبرية، وعندنا العمل الاجتماعي بيتمثل ببرنامج مساعدات مدرسية، وعندنا عنا بروجرام إرادي يلي هو بيشتغل مع الأولاد يلي عندهم مشاكل صعوبات تعلمية مع اختصاصيين. في 7 اختصاصيين موجودين. هالمركز مثل ما ذكرتي له 55 سنة، بأي مرحلة حسيتوا أنه وجود هالمركز هو أكتر شيء ممكن الناس تكون بحاجة له؟ تعرفي باتريسيا، مبدئيا الطلعات والنزلات اللي منعيش فيها بلبنان بتفرجي أهمية هيك مراكز طبعا. وصرنا آخر 6 سنين تقريبا نحنا ماشيين بطريقة كتير فيها خضة، يعني بتطلعي بترجعي بتنزلي. هالعدم الثبات الموجود بيخلي الناس تكون بحاجة كتير للدعم، إن كان النفسي أو الصحي أو الاجتماعي، فبتتوجه لعنا. أنا بقدر قلك المؤشر يلي بفرجي أهمية هيدا الموضوع هو ارتفاع نسب العيال يلي موجودة ضمن المنطقة وبرات المنطقة وبيلجأوا لنا، إما للمشورة لأنه نحن كتير ناس بتهتم تجي تفضي عنا وتخبر وتحكي وتاخد إذا بدك مشورة صحية اجتماعية ونفسية، أو لتتلقى خدمة مباشرة بوجود طبيب. هالعدم الثبات اللي نحن يعني هالأرضية الغير ثابتة اللي نحن عايشين فيها بتخليك تكوني أنت مش ثابتة وبحاجة لحدا يدعمك اقتصاديا كمان. سو لما بيتوجهوا لعنا لأنهم هن بيعرفوا أنه رح يلاقوا طلبون، وإذا ما لقوا طلبون رح يتوجهوا لمطرح تاني ويتابعوا بطريقة التوجيه ولوين يوصلوا. يعني بالقليلة إذا ما لقوا طلبهم المادة، عم نحكي مادة يعني الدواء، رح يلاقوا طلبهم النفسي والاجتماعي لأنه رح تكونوا حيطينهم وعم بتدلون كيف يتوجهوا. طبعا حملة توزيع الأدوية المجانية يلي بتصير كل فترة، كل قديش بتصير وعلى أي أساس بيتم اختيار الأدوية؟ نحن مبدئيا بلشنا فيها تقريبا من 1.5 سنة. بلشنا فيها كفكرة انه نحن فينا نعمل هيك نهار، اول شيء منفيد في الناس، تاني شيء منجرب نستقطب عائلات جديدة تتعرف علينا يعني جديد ومصير من تبعها، بتكون طريقة استقطاب. هيدا البرنامج تقريبا كل 1.5 شهر بنعمل نهار فيه كامل. هيدا النهار بيستقبل بحدود من بين 400 ل 600 شخص، بيتقدم لهم 3 أو 4 أدوية موجودة بالوصفة حسب كمية الأدوية اللي موجودة. في شروط لاستقبال الناس بس هالقد بسيطة، بدنا وصفة طبية تنتأكد أنه بياخد الدواء. شخص واحد بيحق له بوصفة طبية واحدة، ما بنقدر أكتر لأنه أوقات بيجوا الناس معهم 10 وصفات و8 وصفات.
وشغلي تالتة الهوية، لأنه بدنا نتأكد أنه هيدا الشخص يلي عم ياخد الدواء هو نفسه يلي بحاجة لهيدا الدواء. طبعا نحن بنعلن عن هيدا الشيء قبل بوقت، سو يلي بحاجة أنه يجي يشوف طبيب إذا ما عنده وصفة بيتأمن له هيدا الموضوع، ولكن مش بنفس النهار طبعا. لأنه أنا بعرف أنه ما في أطلب وصفة جديدة من مريض ودفعه كونسلتاسيون وإجا عم بعطيه دواء بيقول لك أنا ما بدي، يعني بهالكونسلتاسيون بيشتري دواء بدل طبعا. ما فنحن بنجرب ندرس هيك الموضوع. هلا كل شهر ونص، لانه نحن بدنا نامن سبونسر لهيدا الموضوع حسب كميه الادويه اللي بتوصل. هالمره كانت شوي مختلفه عن غير مرات. هالمره نحن ضربنا القدره الاستيعابيه تبعنا بثلاثه، لانه انت بتعرفي لما بيكون في حاله طوارئ او كوارث، العمل بالكوارث اللي نحن صرنا معودين عليه كمركز، بدك تتصرفي بشكل كتير سريع. سو شو بتعملي؟ نحن كمركز بدنا نفعل الخدمات اللي عم نقوم فيها ونوسعها ونجرب نخلي القدره الاستيعابيه تبعيتها تنضرب باثنين، ودائما بده يكون عندنا بلان بي، يعني في حال ما قدرنا امنا الاشخاص باول وصفه يكون في عندنا بلان بي. بما انه هيدا البرنامج من البرامج، وبما انه هلا في حاجه، لانه في ناس كتير لجأت الى مراكز اللجوء او حتى استاجرت واجت، اجت صراحه ما معها بايدها غرض، فكيف الوصفة الطبية، كيف الدواء، كيف الأغراض التانيين. فتحنا المجال تنقدر نأمن أدوية وصفة طبية هلأ مجانية 100%. سو من الأسبوع الماضي نحن عم نستقبل ناس يشوفوا حكامة بشكل مجاني 100%. فتحنا مجال أنه نقدر نفتح فايلات وزارة الصحة للناس مهجرين من منطقة الجنوب، بلس أنه نقدر نقدم هلأ بشكل كتير سريع وطارق مدروس إلى حد ما، يعني منطقي طبعاً على قد قدرتنا، على قد قدرتنا يعني هلأ لنمرق الدواء ومن هلأ لشهر منصير نقدر ندرس أكثر الملفات ونفوتها على البرامج الثانية. نعم. أنتوا الحملة بلشت قلتي لي من أسبوع بلشتوا تاخدوا معاينات طبية، إنما توزيع الأدوية كان مبارح واليوم. صحيح. خبريني يعني قديش حسيتوا أنه الحاجة ملحة، ولما نزلتوا كمان على الأرض إن كان كرمال الأدوية أو غير أشياء غير نشاطات، شو أكتر شيء حسيتوا ملح؟ شو هن الحاجات يلي عينتوها وحسيتوها الأكثر إلحاحا؟ وهلأ كمان رح نشوف صور أكيد. شوفي باتريسيا، أنا صراحة عيني هي يلي بتخليني حس، سو بدي شوف تقدر حس طبعًا. وهي يلي بتخليني قرر أعمل هيدا البرنامج أو أخذ هيدا القرار. سو كان لازم شوف، فزرت أكتر من مركز إيواء لا أقدر شوف الناس يلي موجودة، يلي هي ناس بتشبهنا، يعني منتذكرها، عم نشوف الصور هلأ. نعم، منتذكرها بنفس الوقت، منتذكرها بتفجير بيروت، منتذكر وضعنا بتفجير بيروت. بتعرفي هالإسقاط هيدا بيخليك تندفعي قد ما فيك لأنك تقدري تساعدي، خاصة أنه نحن منشوف كمبدأ خدمة بالعمل منشوف وجه يسوع بكل شخص من هدول الأشخاص. فاتجهنا نحن باتجاه مراكز الإيواء لنكتشف الحاجات. من أهم الحاجات هي البيزك، يعني هي أساس الهرم يلي بيقول أنه أنا بدي أكل، بدي أتغطى، بدي ألبس، بدي أخذ دواية تقدر أوقف على أجريه وبعدين أنطلي. سو نحن بلشنا نساعد بهيدا المضمار. أنا معي مجموعة كبيرة من الأمجي ومن حركة الشباب الأرثوذكسية، من الشباب يلي جاي عبالهم كتير يخدموا المتطوعين طبعا والمتطوعات. نعم. يلي بينزلوا كتير كبير. يلي نزلوا عملوا ساندويشات، يلي نزلوا اشتغلوا أكل سخن قدمناهم، خاصة وقت اللي صارت ضربة الضاحية ونزلوا الناس من أخوتنا يلي موجودين بقلب بيروت على اجوا لميلتنا الآمنة أكثر. سو ساعتها كان في ما في مركز، كان في حاجة ملحة، في حاجة ملحة انه نتحرك على الأرض، نزلنا صرنا نقدم الأكل لأنه لازم يأكلوا، لأنه ما معهم شيء. يعني هيدا أول شيء فكرنا فيه. صحيح. وبعدين بلشنا نوجههم على مراكز إيواء طبعا تنشوف المراكز الفاضية لا يقدروا يتوجهوا لإلها واللي بتكون آمنة لإلهم وآمنة لإلها. بأول مرحلة ربع حسيتوا أنه الأكل هو الأساس، وطبعا هيدا الشيء لأنه اللي ظهر من بيته ظهر بلا ولا شيء،
وطبعا بده ياكل ليقدر يوعى ليقدر يستمر مثل ما قلتي ليرجع ينطلق. انما سمعنا كتير من بعد يوم او يومين صاروا يقولوا ببعض مراكز الايواء، محل ما في كتير من النازحين، صاروا يقولوا بليز ما بقى تجيبوا اكل، نحن بحاجه لاشياء تانية، نحن بحاجه يمكن لاغطيه مثل ما كنت عم تقولي، حرامات، لحف، مخدات، فرش على الارض، نحن بحاجه لشي يعنى بالنظافه للايجين. يعني صحيح، قديش لمستوا هيدا الشيء كمان؟ لمسناه اكيد. لانه الناس اول شيء بتعمله كلنا بنفكر من دون ما حتى نفكر بناخذ اكل ونمشي. مزبوط، لانه هيدا متوفر بكل بيت، ولانه اوقات او تياب يمكن من عندك، لانه خلص انت بتقدمي الشيء اللي انت بتقدري عليه. واجمالا كان في تعاطف، موجه تعاطف كثير مهمه ونشكر الله عليها صراحه. بلبنان اذا ما في هالشيء ما بيستمر هالبلد بكل هالازمات اللي عم نقطع طبعًا. فيها. سو انت بتفكري باللي عندك بالاول لتعطي، وبعدين اذا عندك امكانيات بتشتري القصص. الاكل هو الحاجه كانت الملحه مبدئيا، وبعدها موجوده طبعا، طبعًا لانه في مطارح عم تتغير الاعداد في بشكل مطارح كتير. وصل لأكثر من مطارح مزبوط تاني. مزبوط 100%. وفي اشياء في اختلاف بالارقام من يوم ليوم، لانه طبعا انت بتعرفي اول شيء بتقولي اليوم وبتقطع خليني ببيتي، بعدين بتصير بتحسي جديه بعدين الامور، بصير وبعدين كل يوم عم بتطلع. نشهد على نزوح اكثر صحيح واكثر. هلا عم نشوف الفيديو يلي صحيح كنتوا عم تحضروا فيه الساندويشات وحتى صحيح الاطباق الساخنه الساخنه. هيدا كان نهار الاحد، نزلوا الشباب من بكير بقيوا كل النهار ونهار التانيين كمان. حلو. يلي بدي اقول لك اياه انه بس رحنا بتروحي لهونيك بتكتشفي انه في اشياء منا موجوده بكرتونه الموني او بالاكل، مثل صابون. في احدى السيدات كانت عم بتقلي انه انا اذا عندي فرشة صابونه سنين. اذا عندي صابونه ما رح اقدر هلا اغسل جسمه لابني، لانه ما في مي كافيه وما في حمامات كفايه. سو طلبت وايبس. يعني عم بقول لك اوقات في اشياء ما الكوش للاولاد، في عيال بتجي مع اولاد من عمر الصفر لعمر السنتين، في حاجه للكوش، حتى لحليب الاطفال، تياب طبعا، بس التياب اجت وصل كميه منها مش شتوي. هلا لازم يكون في تياب شتويه، في حريمات شتويه، خاصه للمناطق العاليه عن بيروت، لانه اليوم مثلا كان طقس كتير بارد بالليل، في ناس وبالليل. نايمين كانوا على يعني 3 اشخاص على فرشتين، لانه ما في كمان فرش. في حاجات كتير بتقدري تاخديها على الارض، بس هيدا الشيء بدي اقول لك اياه انه هيدا الشيء كتير طبيعي. نحن بحاجه لكم يوم لنلملم حالنا، لنلملم حالنا من جوا ومن برا. اول شيء في كميه ناس كبيره اجت، ما كنا مستعدين لهيدا الموضوع، هن ما كانوا مستعدين لهيدا الموضوع. وصلوا في كل الفئات العمريه، يعني في عندك الكبير اللي بحاجه للدواء، في عندك الام يلي بحاجه لانه تحس بالامان، يعني بدها دعم صحيح. كتير نفسي واقتصادي، في عندك البي التعبان كتير لانه منه قادر يعمل شيء، وفي عندك الاولاد اللي عندها حاجاتها من قصص مثل ما حكينا كوش وحليب ووايبس، ومن ثبات عاطفي يعني طبعا. ويفهموا شو عم بيصير، أكيد. من اسباس لالهم بريفي، يعني كمان استعمال بالمدارس عنا او بمراكز الايواء عنا استعمال مشترك للحمام مثلا لكذا عائله، عندك كذا عائله متداخله موجوده بغرفه واحده، اذا هالبرايفسي منا كتير موجوده. هيدا كتير لازم ينشغل عليه بالوقت اللاحق كدعم نفسي اجتماعي للاولاد وللعيال. من بعد ما نامن البقبة مثل ما بيقولوا من هرم مسلول لهم، يعني الاكل والحاجات التانية مثل النظافه، مثل القدره عنهم يتحمموا. يعني احنا مش عم نحكي شيء خفي، هيدا شيء كتير طبيعي وكلنا بنعرف فيه اذا كنا على الارض ولا ما كنا على الارض. الله ينجينا والله والله يبعد يحن على هالبلد، يبعد الأذى عن كل الناس، ويبعد عن كل الناس عن جد، الأذى، لأنه اللي عم نوصل له يعني كل يوم عم بتكون أسوأ من يوم. صحيح. كل يوم في ناس، هلا حتى في ناس صحيح. بمناطق الجنوب مش قادرين بقى حتى ينزحوا، يعني مش قادرين حتى بقى يتركوا، يعني كانوا كل الوقت أكيد. متمسكين انه ما بدهم يتركوا بيوتهم، خايفين ما بدهم يتركوا ارضهم وبيوتهم وارزاقهم. وصلوا لمرحله امبارح التهديد اللي كان كتير كبير، يعني صاروا عم ينقلوا من منطقه لمنطقه وما بقى قادرين حتى يوصلوا لبيوتهم لاغراضهم.
يعني عن جد الموضوع جدا مبكي. صحيح. بدي احكي معك روبا قبل ما ارجع لموضوع توزيع الادويه لنحكي ونعطي شويه معلومات اكثر للعالم. انت اختصاصيه بالعمل الاجتماعي الصحي والنفسي، صحيح. نحن كمان نحن قاعدين ببيوتنا حاسين بكل هول الناس، بس يلي حاسس بشكل كتير كبير هن اولادنا، هن أطفالنا والمراهقين يلي بحسوا حالهم مكبلين ومش قادرين يعملوا شيء. كيف فينا نحن نكون عم نتصرف تجاه أولادنا؟ قديش مسؤوليتنا كبيرة اليوم تجاه هالولاد يلي ما ذنبهم يعيشوا يلي عم يسمعوا وعم بشوفوا. صحيح يلي عم تقولي باتريسيا، نحن كلنا أمهات كمان وبنعرف هيدا الشيء. يلي أنا بس بدي أقوله إنه نحن كمان يعني كأمهات عم نعيش هيدي الدنيا، عم نعيش هالفترة الصعبة. صح. أنا بس بدي أطلب من كل حدا بكون عم يتعامل مع ابنه إنه يجرب قد ما بيقدر يعبر عن حزنه بطريقة عادلة يعني ورايقة، يعني ما يجرب ينفعل كتير قدام الولد، لأنه ابننا بيمتص انفعالاتنا وبيمتص اللي نحن عم صح. نعيشه حتى لو ما حكيناه. بكون قاعد عم بيراقبك كل دقيقة، كيف عيونك، كيف صحيح. جسمك، كيف نبرة صوتك. فلما بي 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 بيلقط هالشي بيعيشه، يعني توتره بيخلق من توترك. صحيح. قد ايه بتقدري انت تعبري عن هيدا الموضوع بطريقه رايقه، قد ايه بتوصل الفكره اسلس من دون واسهل ما نخبي، للولد. يعني نحكي الحقيقة طبعا ولكن انا يلي إنما بدي اقوله بطريقة انه سلسة. انت امه، بعتذر على الكلمه مش كذابه، انت امه الصادقه، صح. انت مصدر الامان لإله، انت مصدر الحنيه أمم والعاطفه. اذا انا تحافظ على الثقه بيني وبين ابني ما لازم صحيح. اكذب، ولكن كمان ما لازم رجعه لتاريخ، يعني يلي بده يخبئ، يلي بده يسألني عليه جست بدي جاوبه عليه. يعني ما بده يجي يسألني قوم أنا خبره تاريخ وخبره انفعالات وخبره أشياء عشناها، ما مش بحاجة هو لهيدا الشيء، بحاجة لأنك تجاوبيه جست على سؤال، صحيح. بتجاوبيه بطريقة مختصرة، بطريقة أنت عم تطلعي فيه بعيونه، أنت عم ترسمي الابتسامة الخفيفة بصوت رايق. إذا حاسة حالك منك صحيح. قادرة تحكي بهيدي الطريقة، بتجربي تقولي له ماما هلأ بعد شوي نرجع نحكي بنرجع بنحكي بالموضوع. بالموضوع، بتقومي بتعملي شيء، بتخففي صوت التلفزيون، بتطفي التشانل. بدي اقول لك انه بيقولوا دائما انه خففوا يحضروا تي في، مش صار وقفوا موجود تحضروا على تلفزيون، تليفوناتهم. مش وقفوا تحضروا تلفزيون، مش وقفوا تخليهم يستعملوا التليفونات، لانه الولد بده يسال ليش صح. وقفت. بس قد ما بنقدر نخفف نخفف وقد ما بنقدر نجرب نراقب، ما وكمان فينا حسب نمنع. العمر بتفرق، يعني اكيد تحت ال6 سنين نحن قادرين نتحكم بنتعاطى مع الولد بطريقة مختلفة كتير عن طبعا. فوق الـ7 الـ6 سنين، يعني 7 8، وتحت الـ14 سنة بطريقة مختلفة عن فوق أكيد الـ14 سنة. طبيعة الحال. الأهم نحسسهم إنه نحن حدهم، خبرهم إنه هني بأمان، نفسر لهم إنه يلي عم بيصير نحن كلنا حزينين عليه، ولكن إن شاء الله في نهاية، والنهاية رح تكون منيحة. يعني كل عمره بلدنا بيقطع بأشواط ونوصل لمطرح منيح. نركز على الإيجابيات، يعني لما ابنك بيجي بيقول لك أنا خايف، بصير بيبكي، ممكن يرجف، ممكن يعبر بس بالكلام، ممكن ما يعبر أبدا. نحن المطلوب منا إنه نحن نعيش إيجابيات الموضوع. ماما تعال نقوم نشوف شو في عنا تسيب، نحن مش عايزينها، نقدر صحيح. نساعد فيها. يعني وهيدي نقطة كتير مهمة نوجه وأساسية. الأولاد على أنه نحن بنقدر نعمل شيء، هيدا الشيء يساعد فيه غيرنا، صحيح. يعمل ديفولمو روتين اليومي تبع حياتنا. يعني إذا نحن بننزل على أشغالنا، هن ما عندهم مدارس هلا للأسف، منخليهم يقعدوا يدرسوا بوقت الدرس، منخليهم يقعدوا يحضروا تلفزيون بوقت التلفزيون، بيشوفوا اولاد الجيران بوقت شوف اولاد الجيران، ما بنقطش لهم حياتهم ومنقصها ومنقول لهم خليكم بالبيت. صحيح. طبعا لازم يكونوا سالمين، وما ننسى نبوسهم ونغمرهم نغمرهم ونقول لهم انه بنحبهم كثير، وانه هيدي المشاكل رح ارجع عيد مرحله وبتمرق وبتقطع. بقوة الله. من الله عنا يرد. اتصال رح ناخده. طبعا. ألو ألو، صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور، الله يعافيك، حبيبي تفضل. أنا وين المركز بالأشرفية؟ حد وين يعني؟ وين العنوان؟
يلا تكرم عينك، رح نعطيك كل التفاصيل. تفضلي مدام روح. نحن موجودين على السيوفي، دايما معروف الضمان الاجتماعي، نحن فوق الضمان الاجتماعي. فوق الضمان الاجتماعي. هلا رح نعطي شوية تفاصيل أكتر، مين يلي بيقدر يستفيد من الأدوية المجانية؟ أكيد كل الناس. تفضل. ما في إلا هونيك بس المركز؟ إيه بس هونيك المركز. أوكي. أهلا وسهلا فيكي ربا. خلينا هيك نعطي صورة شاملة للمستمعين والمشاهدين يلي بده يجي لحتى ياخد أدوية، شو مفروض يكون معه بإيده؟ بده يكون معه وصفة مثل ما قلنا، ومعه صورة عن هويته. أوكي. الوصفة بيكون كوبي لأنه أنا باخدها، يعني كرمال ما بعدين يقول ما ضل معي الوصفة. كل شخص بيحصل على 3 أدوية موجودة بقلب هيدي الوصفة، وعلبة باراسيتامول بليش وسيرو باراسيتامول للولاد. وإذا كان نازح مبدئيا بنعطي القصص الأساسية، يعني الإيبوبروفين للولاد، الباراسيتامول، يعني هيك هالقصص اللي بتكون موجودة معه ببيته تيقدر هلا بتعرفي جريب جاي طبعاً. جريب جاي طقس مسقع فيتامين سي. صح. نعطي كمان دواء للسعالي، هودي عم نحكي نحن للأشخاص النازحين مراكز الإيواء. للأشخاص اللي موجودين ببيوتهم بيجيبوا الوصفة، بياخدوا 3 أدوية. الأدوية هي 28 دواء نحن على الوصفة، يعني قد ايه في أدوية بالوصفة الطبية بيقدروا يستفيدوا من 3 أدوية؟ 3 أدوية طبعا أكتر. هن بيختاروها. نعم. الأدوية فيها طبعا إذا كانوا الأدوية موجودين عندكم. نعم. بنفس الدوزاج المطلوب بالوصفة. نحن دايما بنشيك على هذا الموضوع قبل ما نعذب الناس تجي لعنا، مشان هيك بنطلب يحكونا باي واتساب، يبعتولنا الأوردوناس. فينا نمرق رقم التليفون؟ وي هلأ بعطيك إياه، أنا صراحة مش حفظته. أوكي. بيبرقولنا الورقة باي واتساب، الأوردوناس باي واتساب، ونحن بنشيك عليهم تنأكد عليهم أنه يجوا، لأنه حرام نعذبهم يدفعوا هالتفاصيل ونكون نحن إذا بدك معنا الدواء. يعني يلي عم تقوموا فيه منو أبدا سهل، يلي عم بتقوموا فيه طبعا مشكورين عليه. بعرف قديش الحاجة كبيرة وملحة، خاصة بظل هيدي الأزمات اللي عم نمرق فيها، بظل هيدي الحرب. طبعا الحرب، يعني الحرب إن كان بالدبابات والصواريخ، والحرب النفسية يلي كلنا عم نعيشها، لحتى والاقتصادية حتى نقدر نكون واقفين حد بعدنا كشعب لبناني. بدي رح أعطيك الرقم طبعا، 71 651 8 06. إذن 71 651 8 06، وفي رقم تاني. في رقم تاني طبعا. نعم. 81 233 8 4 9. لكن رح أرجع أذكر بالأرقام يلي بحبوا يتواصلوا مع المركز الطبي الاجتماعي التابع لحركة الشبيبة الأرثوذكسية، الأرقام للواتساب لحتى ما تتعذبوا على الفاضي وتشوفوا إذا الأدوية موجودة أو مش موجودة. 71 651 8 06 و 81 233 8 4 9. كمان بدي أذكر شيء، أنه هيدي الحملة بلشت مبارح، اليوم مستمرة لبكرة ولنهار الخميس. سو أي اتصال بيجي من بعد الخميس أنا ما بقدر أضمن أنه يكون في دواء أو أنه نحن رح يكون عنا استمرارية، حسب كمان قديش بيبقى أدوية. صحيح. بدي أعلن عن شيء هلأ عم حضر له كمان. فضل. نحن عم نحضر لحملة فحوصات نسائية مجانية 100%. تعرف اليوم بلشنا بأكتوبر. أكتوبر هو شهر سرطان الثدي. صحيح. هيدي الفحوصات نحن بنعملها كل سنة، رغم هيدي الأوضاع رح نبلش فيها إن الله راد. رح أبقى إن شاء الله ببعث لكم إمتى نبلش. أكيد. ونحن بنستمر على الهواء طبعا. أكيد. نحن رح يكون فيها فحص طبيب نسائي مع فحص إزازة مع إيكو أبدومينو بلفيان ببلاش بس حل. طبعا برانديفو قبل. أكيد. أكيد. أو رح تكون ممتدة على الشهر كامل مع أسبوع من نوفمبر، لأنه قطع هلا هالأسبوع، رح نبلش فيها الأسبوع الجاي، ورح تكون لمدة 3 أيام
بالأسبوع نحن بنعلن عليهم بعدين، نرجع أكيد بنذكر طبعا مع مواعيد، ورح يكون عاملين ديل مع لابوراتوار أو مع مركز أشعة نقدر نبعت يعملوا الإيكو والمامو تبين الصدر بأسعار مدروسة، بأسعار جدا مدروسة. أوكي. يعني بأقل من 50 هيدا أحلى خبرية مختلف. بتصور سمعوها الناس، لأنه كل الناس عم تسأل عن هاي الأشياء، لأنه صارت مثل ما حكينا الأوضاع الاقتصادية ما بدنا نرجع نعيد. أنا بدي أشكرك كتير سيدة رباعتية مديرة مركز الطب الاجتماعي، شكرا كتير لوجودك معنا، يعطيكم العافية على كل شيء عم بتقوموا فيه، وأهلا وسهلا فيك دايما بصوت لبنان. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، خليكم معنا دايما عبر هوا صوت لبنان، وتضلوا بألف خير.